أمراض القلب تعتبر سبب الوفيات الأول بالعالم. سبور، تخفيف ستريس، أكل صحي. نسمع كثير عن فيروس نقص المناعة المكتسبة أو الـ HIV. يمكن تؤدي إلى الوفاة إذا استمر هذا المرض ولم يعالج بالأدوية الموجودة. الفحص السريع موجود مجاني. كثير أسباب طبعاً بتخلي مية الزرقة تجي عند الأطفال. رعاية طبية. العناية الطبية اللي بتاخد الشخص من كل أبعاده. أوجاع الرأس. ليس كل ما يؤلم رأسك هو ميجرام. أمراض البروستات. تضخم هالغدة لازم دايماً من 50 وطالع نبلش نعمل فحص سريري. الحالة النفسية بتلعب دور كتير أساسي، هي يلي بتساعد جهاز المناعة تبعنا لحتى يحمينا من كتير أمراض. كلينيك السبت 7:30 المساء بتوقيت بيروت، 4:30 GMT.